وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة الغذائية، تلاميذ جامعة عبد الملك السعدي نظموا مؤتمر تحت عنوان غذاء آمن اليوم لغد المفعم بالصحة. اليوم كاين واحد الملتقى بمناسبة اليوم العالمي للسلامة الصحية للأغذية اللي كيجمع مجموعة من الطلبة الباحثين مهندسين ودكاترة في العلوم الزراعية والغذائية. هذا الملتقى تنظم بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، اللي كان شعار هذه السنة اللي موصل من طرف منظمة الصحة العالمية هو غذاء آمن من أجل مستقبل آمن. وكان واحد مداخلات من طرف فرق بحث متخصصة في الميدان في مجال العلوم الغذائية، سواء من المعهد الوطني للبحث الزراعي في طنجة أو من فرق البحث في كلية العلوم والتقنيات في طنجة، كلية العرائش ومجموعة ومن جامعة السلطان مولاي سليمان. هذا التظاهران نظم نادي العلوم الغذائيه بكليه العلوم والتقنيات بمشاركه مع طلبه الماستر في العلوم الزراعيه والغذائيه بالكليه. الحمد لله لقينا واحد التفاعل، واحد الدعم، واحد الحضور كثيف من جميع المستويات بالكليه، وايضا من طلبه ومتدخلين وحضور من خارج الكليه. استاذه شروط سناء من المدرسه العليا للتكنولوجيا بخنيفره، جيت نشارك اليوم في فعاليات اليوم العالمي للسلامه الصحيه بدعوه من استاذ القلاوي وكلوب ماستر لاغور اليمونتير. نشارك اليوم بكونفرنس بيو ريسورس و سيرفيس دو لاغور اندستري. في هاد الكونفرنس كنعطيو امثله حول محاور البحث اللي كتهدف للتقييم وتحويل الموارد الطبيعيه لمواد غذائيه صحيه سليمه. زنطار سعيد، باحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي بطنجة. ففي هذا اليوم العالمي للصحة السلامية للأغذية، جيت نقدم هنا واحد العرض على واحد التقنيات نستعملوها في البحث الزراعي. هذه التقنية هي التقنيات النووية لحفظ الأغذية. فهذه التقنية تدخل في المجال اليوم العالمي للجوده والسلامه الصحيه للبرودوي، على اساس انها تقلل الخسائر ديال المواد الغذائيه وتتحسن الجوده ديال المواد الغذائيه. هذا الموضوع كيهمنا جميعا وكيهم خصوصا الاطفال، لان المخاطر الصحيه للسلامه الغذائيه كتعد من اكبر المواضيع اللي كنهتموا بها كباحثين، خصوصا الاغذيه المعدله جينيا، الاغذيه اللي تطول مده الكونسيرفاسيون ديالها. ونحن كباحثين نحاول الاتجاه في عن طريق البحث عن اغذيه بيولوجيه طبيعيه بمصادر طبيعيه.